انا في كليه تجاره وانا شاطره في المواد النظري، لكن كمان مستواي حلو في كليه تجاره، ولكن اكتر في اداره الاعمال. واداره الاعمال هي موجوده في تجاره وعلاقات عامه في اعلام، هما شبه بعض ولا شبه بعض؟ احول اعلام افضل. انت شاطره في المواد النظري اللي كان من مستوى حلو في التجاره، ولكن اكتر في اداره اعمال. طب حضرتك في اداره اعمال يبقى انت متميزه في اداره اعمال. العلاقات العامه هي جزء من اداره الاعمال والاعلام، هي فعلا مشتركه ما بينهم، لكن مشتركه من حيث التوجه. يعني ايه؟ يعني في الاعلام علاقات عامه معناها الميديا، ان احنا يبقى احنا لينا واجهه، الشركه دي مثلا ازاي هتتعامل مع الجمهور. فده قسم اداره الاعمال، قسم عفوا العلاقات العامه دايما بيكون من النقطتين دول، وبياخد كمان من اقسام التسويق. فحاولي تركزي، ما دام انت خلاص دخلتي كليه التجاره، حاولي تركزي انت تدخلي اداره اعمال، وربنا يكرمك باذن الله في هذا التخصص. ما تحوليش اعلام، ما تحوليش اعلام، لان هذا التخصص علاقات عامه من هنا ومن هنا.